بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن الأمور التي حصلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تهكم أبي جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل يوما وهو يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق: يا معشر قريش، يزعم محمد إنما جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19، وأنتم الناس كثرة وعددا، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إلى آخر القصة. فلما قال ذلك بعضهم لبعض جعلوا إذا جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو يصلي يتفرقون عنه ويأبون أن يستمعوا له، فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو من القرآن وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه ذهب خشية أذاهم فلم يستمع، وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فظن الذي يسمع أنهم لا يسمعون شيئا من قراءته وسمع هو شيئا دونهم أصاغ له يستمع منه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.